في حديث العرب هذا الأسبوع. الزواج المدني يخفف من التوتر الطائفي ويعمل ضده، لذلك مرفوض حاليا من القوى السياسية الطائفية الموجودة في لبنان. آن الأوان أن نخرج من مقولة الضحية وأن نتحمل مسؤولية أنفسنا، نزع السمة الإيديولوجية التي ألحقت بالدين مع الإسلام السياسي وإعادته إلى دين. في بلد زي لبنان هل لابد للدولة من دين؟